طب دكتور سؤال بجد، يعني النهارده الاحمال التدريبيه، بتكلم على اللاعبين، احمال تدريبيه، انا عارف حضرتك متخصص قوي في الحته اللي انا هتكلم فيها دي. تمام. الاحمال التدريبيه اللاعبين العضلات بتبقى في قوه معينه وفجاه بتنزل بتنزل بتنزل، هل بعد الرجوع مره تانية هل كم الاصابات ممكن يعلى جدا بالنسبه لهذه الرياضيين ولا لا؟ اكيد اكيد. الحمل التدريبي برضو حاجه مهمه جدا. ان مواكبه الحمل التدريبي وان احنا نفضل عاملين كنترولنج عليه، بيسموها كنترولنج اوف تريننج لود، يعني اللي هو مواكبه الحمل التدريبي اللي بيبقى موجود عند اللعيب. في نوعين من الحمل التدريبي، في حمل تدريبي مزمن وفي حمل تدريبي حاد، ده مثلا في خلال 28 يوم وده في خلال 7 ايام. كويس. لو الحمل التدريبي الحاد بقى ازيد من الحمل التدريبي المزمن، ده ممكن نخش في مشكله في الاصابات، يبقى هاي ريسك اوف انجري، يحصل له اصابه بصوره كبيره. فالمهم ان احنا برضو نوصل لمرحله ان احنا ما نقللش الحمل بتاعنا مره واحده ونطلع بيه مره واحده. فلما نرجع، يعني نرجع اكيد كل الفرق هيكون فيها طبعا ناس مهمه جدا ومتخصصه جدا في الجزء ده، هيبتدي يطلع بالحمل التدريبي مره تانية لغايه ما يوصل لمرحله المنافسه. بس انا عارف ان حضرتك متخصص جدا في جزئيه مهمه جدا، هي اللي انت قبل الاصابه ما تحصل بتحاول تمنحها. تقول لهم ايه للدكاتره وتقول للناس كلها ايه بصراحه شديده ولما اللعيبه ترجع مره تانية؟ والله اقول ان لازم يكون في متابعه كويسه جدا حتى من دلوقتي على الاقل كل يومين، كل 3 ايام لو هو، حتى يعني في المتابعه بتاعه التدريب دي يوميا. المتابعه بتاعه الحمل التدريبي بعد ما نخلص التدريب اقل مره كل اسبوع، ان احنا بنشوف التدريب بتاعنا، الحمل بتاعنا واصل لفين، هل اللعيب ده في، يعني اللعيبه بتختلف، في لعيب لياقته البدنيه بتقع بصوره سريعه وفي لعيب بيفضل محافظ شويه. فلازم الحمل يبتدي هو يبقى في متابعه من الجهاز الفني مع كل لعيب ان الحمل بتاعه عامل ايه. ما يبقاش يعني طبعا في حاجات فيها اجهزه وفي حاجات مختلفه، الاجهزه دي لما يكونوا عندنا بالظبط بالظبط، غير كده خلاص بيبقى في زي سكيل كده، في زي حاجه باسئله بيقولها للعيب واللعيب بيقول بيرد عليها، هو ساعتها بيعمل سكور وبيحدد اللعيب ده الليفل بتاعه قد ايه. دي حاجه بسيطه جدا وممكن اي حد يقدر يعملها. من خبرتك الرياضه بعد كورونا ممكن تقلب رياضيين كبار كانوا في هذا المجال، في اي مجال، ينزلوا يطلعوا رياضيين اخرين ولا هيستمر القوه هي نفس القوه؟ على حسب الديسيبلين، حسب الاحترام بتاع الرياضي للموقف اللي حصل. يعني في رياضيين كبار جدا بيفضلوا محافظين على نفسهم، في رياضيين لا، هو بيروح زي ما حضرتك بتقول للاكل وعدم التمرين وخلاص، بيبقى فتره راحه. فده هيبقى صعب جدا ان هو يطلع تاني. تتوقع ده يا دكتور؟ تتوقع ان الرياضه تختلف في العالم حتى بصفه عامه، مصادر القوه في العالم تختلف بعد كورونا؟ يعني اتوقع على حسب الثقافه شويه بتاعت الشعوب. يعني انا شايف ان الثقافه الرياضيه بالذات، يعني احنا حتى في مصر، لا احنا الثقافه الرياضيه بدات الفتره اللي فاتت بتصعد جدا وبتطلع جدا. فانا شايف ان حتى يعني في لعيبه كتير مصريين، وده الوقت كان فعلا المهم ان هم يكون ليهم دور في المجتمع. يعني كل لعيب هو ليه دور في الفرقه بتاعته وبياخد من المجتمع مثلا الشهره والنجوميه دور الرياضيين انت حابب كده عليه دلوقتي، رايك ايه دور الرياضي النهارده في المجتمع المصري بالاخص؟ دوره ايه؟ ليه دور كبير جدا في المجتمع. يعني حاليا، يعني هو عامه على طول دور الرياضي ليه دور في المجتمع، بس حاليا دوره المفروض يتعظم اكتر، ان هو يكون مثل على طول. اللعيب هو مثل لكل الناس، حتى الفئات البسيطه، الناس اللي مش رياضيه خالص، هو بيقعد حياته ان هو شايف اللعيب ده وشايفه رول موديل، شايفه مثل اعلى بالنسبه له. فهو لازم يكون هو مثل، بيوري له ان هو في عز الازمه بيتدرب كويس، بيحافظ على صحته، بيحافظ على التباعد الاجتماعي، بيحافظ على ان هو ليه جزء في ان هو ينشر الطاقه الايجابيه في الدوله عن طريق حاجات بقى تواصل. الطاقه الايجابيه دي مهمه جدا، دي حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده، الطاقه الايجابيه مهمه طبعا جدا. طبعا طبعا طبعا، يعني ده دوره، شايف ان ده دوره اساسي. طبعا طبعا، دور مهم جدا جدا جدا. لان هو اصلا اللعيب هو صانع البهجه عامه، دي حقيقه. فانت دلوقتي ان انت تصنع فيه البهجه، يعني دلوقتي فعلا انت محتاج دورك. انت طبعا دورك مؤثر جدا 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 في مختلف المجالات ومختلف طوائف الشعب، دي حقيقه.